ضمن احتفالات محافظة سوهاج بعيد الفلاح المصري للعام 70 على التوالي، والذي يأتي الاحتفال به في 9 سبتمبر من كل عام، عقد بمديرية الزراعة بمحافظة سوهاج اجتماع برئاسة الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، وحضور المهندس مختار علام نقيب الزراعيين، وعدد من مدير الإدارات والفلاحين، وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم تقوم بها الدولة لدعم وتطوير القطاع الزراعي في التحول الرقمي للدولة، واستعراض خدمات الشمول المالي التي تقدم للفلاح. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الفتاح الدقيشي. على هامش احتفالات محافظة سوهاج بعيد الفلاح المصري للعام 70 على التوالي، والذي يأتي الاحتفال به في 9 سبتمبر من كل عام، عقد بمديرية الزراعة بمحافظة سوهاج اجتماعا برئاسة الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، وحضور المهندس مختار علام نقيب الزراعيين ومدير الإدارات الزراعية والفلاحين، لاستعراض الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية لتنمية القطاع الزراعي في ظل التحول الرقمي للدولة، واستعراض خدمات الشمول المالي التي تقدمها الدولة المصرية للفلاح لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج الزراعي. تنفيذ فعالية خاصة بالشمول المالي والتحول الرقمي في ضوء ما كانت الخدمات المقدمة للمزارعين في وجود الجهات المنوطة بتنفيذ الميكنة الزراعية، وخاصة كارت الفلاح وكارت ميزة، على أساس تقديم خدمات للمزارعين لتنمية القطاع الزراعي بمحافظة سوهاج. الدولة بتولي اهتمام كبير جدا للمزارع المصري، خاصة بعد وقفة المزارع المصري في الأزمات اللي مرت بها العالم كله في توفير الأغذية أو المساعدة في تحقيق الأمن الغذائي المصري، منها القروض العينية ومنها القروض التنمية الزراعية الخاصة بفايدة 5%، ومنها القروض تحديث الري الحقلي اللي صفر فايدة، وده كله الهدف منه زيادة الإنتاج والتوسع في الزراعات الأفق والرأسي. الجهة العامة للدولة هو الشمول المالي بالإضافة إلى التحول الرقمي في كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي، وإحنا تماشيا مع السياسة دي بنقدر ننسق مع الجهات المنوطة في ترتيب بعض الفعاليات اللي تقدر تنشر الفكر للتحول الرقمي والشمول المالي. الجهود المبذولة من الدولة لتنمية القطاع الزراعي كلها شاهدة على أرض الواقع، عدد القروض اللي تمت منحها من الدولة، تخفيض الفايدة اللي تقدمت من الدولة على القروض الزراعية وخاصة بالتنمية الزراعية، حتى في بعض أنواع القروض تصل إلى صفر فايدة زي تطوير الري أو تطوير المسائل الخصوصية، ده بيؤدي فعلا لزيادة الإنتاج وزيادة دخل المزارع المصري. الفعاليات الاقتراعية احنا طبعا بدايتها بكارت الفلاح، وده طبعا بتنسيق مع الجهات المنوطة، ويوفر لنا إمكانية الدخول على القاعدة الإلكترونية، ومنها الإجراءات اللي تمت أخيرا في المخالفين أو التعديات على الأراضي الزراعية، قدرنا من خلال قاعدة البيانات الإلكترونية حرمان المتعدين على الأراضي الزراعية من التعدي على الأراضي الزراعية، حرمانهم من أشكال الدعم اللي بتقدمه الدولة. هذا وأكدت وكيل وزارة الزراعة بسوهاج على دور المديرية في تقديم كافة أوجه الدعم للفلاح المصري باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، ومساعدة الفلاحين في توفير الإمكانات اللازمة لهم وتشجيعهم على مواصلة العمل والإنتاج. من داخل مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، كنت معكم عبد الفتاح الدقيشي لقناة بيبا.